مرحبا، مساكم الله بالخير وجمعتكم مباركة. دائما يدور نقاش مع المراجعات أثناء التخطيط والرسم لعملية الشفط والنهت، والنقاش هذا دائما حول شكل الجسم بعد العمل. نقدر نلخص رغبات المراجعات في مجموعتين، في مجموعة تحب الشكل اللي يكون فيه انحناءات كثيرة أو ما يعرف بالأور جلاس أبييرنس أو الساعة الرملية، وفي نوع آخر يحب مثلا الشكل يكون فيه انحناءات طبيعية، ما يحبون انحناءات زائدة، يحبون يكون فيه معالم وتحديد عالي الدقة لعضلات البطن. طبعا احنا ما نقول في مجموعة نتائجها حتكون احسن من مجموعة، لان صراحة كلهم نتائجهم حلوة، خصوصا اذا اخترنا المريض المناسب لهذا النمط من الجسم. كلهم ملامحهم تكون طبيعية، تكون مريحة للعين، تكون مطابقة للمعالم الجمالية أو العرف الجمالي المتعارف عليه في أي مجتمع يعيشون فيه. المشكلة دائما تكون لما السيدة تبغى تأخذ شوي من خصائص النحت حال الدقة وشوي من خصائص النحت لأجسام الأور كلاس أو الساعة الرملية. يعني ما ينفع أبدا أن نسوي خصر صغير أوراك عريضة في نفس الوقت نسوي نحت وتحديد لعضلات البطن، يعني الشكل أبدا ما هو رياضي والشكل أبدا ما هو طبيعي. يعني عند السيدات اللي يفضلون الأور جلاس أبييرنس أو جسم الساعة الرملية ما نسوي نحت كثير لتحديد عضلات البطن أو عظام الحوض أو عظام القفص الصدري، نكتفي بس بالخط اللي يكون في النص. هذا كل شيء، وكانت دردشة شوي عن فلسفة جراحة التجميل وفلسفة النحت واختيار المراجع المناسب. أتمنى أنكم إن شاء الله تستفيدون من هالمعلومات. ونتمنى